عالية، هناك الاختصاصك معمولة بالقطر كله. في عنا أفرع بكل محافظة مثل ما شفتي، أفرع بكل محافظة بتحكي عن جميع أقسام المحافظة. بس عنا بدمشق هون كل شيء أفرع، كليات موجودة هون لتشرح للطالب. يعني مثلا بيجي الطالب بده يفاضل، هلا أيام مفاضلة بتعرفي، بيجي الطالب ليفاضل بيحتار بين اختصاص واختصاص، فهون في طلاب كلهم طلاب دراسات عليا موجودة، بيجي بيناقشوا بيقولوا له اختصاصه من الألف للياء، أنت بدك تدرس تصير هيك هيك هيك، بدك تأخذ هيك هيك هيك، مجالك بعد ما تخلص دراستك هيك هيك هيك، بيشرحوا له بشكل عام. هي هي الفكرة من كل هاد. يعني تقريبا وصل له هاد من السنة الماضية عم نعمل، وكان في من قبل يعني، بس الفكرة إنه السنة الماضية بعد ما انعمل لقينا نتيجته كبيرة. هاي الفعالية تاني سنة بتنعمل على التوالي، كتير بتفيد طلاب البكالوريا، لأنه من قبل لما كانوا الطلاب بدهم يفوتوا على الجامعة كانوا يفوتوا على أشياء مبهمة، ما يعرفوا شو هو الفرع، ما يعرفوا شو سيئاته وشو سلبياته وشو إيجابياته. أما هلا بوجود هيك فعالية، طالب البكالوريا بقى يسجل مفاضلة بيشوف قدامه من كل الاختصاصات، فهو الشغلات الأسئلة اللي بتخطر بباله أو يعني الشغلات اللي بيحتار فيها كلها بيسأل عنها وبيستفسر عنها، وكل شيء موجود هن مهندسين متخرجين أو دكاترة أو اللي حملة الشهادات، يعني هن مو من طلاب الكلية، فهن قادرين يجاوبوه عن الكلية ويشرحوا له عنا وطريقة دراستها ومجال عملها بعد التخرج من السنة الأولى للخامسة، لحتى يشوفوا إيجابياتها وسلبياتها وكل الأسئلة اللي بباله تكون واضحة. نحن عم نكون رديفين للكليات بأنه نمكن الطالب بأدوات ليقدر يدخل لسوق العمل. يعني نحن خليني أقول لك نشبهها أكثر، نحن هذا الجسر اللي عم يربط بين الحياة الأكاديمية والحياة العملية بسوق العمل. في فجوة دائما هي موجودة بين التعليم الأكاديمي والحياة العملية، دائما الطالب بتعرفوا بيطلع أنه هو متمكن خليني أقول، أو عنده معرفة نظرية بس ما في تطبيق عملي. المركز هذا دوره أنه يسد هاي الفجوة من خلال المهارات. يعني إحنا مدرب الطلاب، نشتغل على التدريب أول شيء، ننمي المهارات، نبني القدرات ليقدر يلاقي الطالب فرصة عمل قوية لما يتخرج. الورشة عم نشرح للطلاب عن السنة التحضيرية، ما بس عن الطب البشري. السنة التحضيرية هي أنه تهيئ للأفرع مثلا الطبية، ويعني مشان يشوفوا قدرات كل طالب على الفرع اللي بيطلع له معدل عليه. الهدف من هي الفعالية هو تعريف الطالب البكالوريا المقدم على الحياة الجامعية فقط وليس على الاختصاص. طبعا في كتير طلاب بكالوريا عم يسألونا على الاختصاصات، نشرح لهم طبعا بشكل وجيز بنشرح لهم على الاختصاصات، ولكن اللي بهمنا هون هو نعرفهم على المرحلة الجامعية بكلية الطب البشري أكثر من الاختصاص. طالب بشكل عام قد ما عرف عن الكلية أكيد ما حيحسن يعرف عن الجو العام داخل الكلية. يعني هذا الشيء هو الطالب اللي عايش هذا الجو هو اللي بيشرحه، تمام؟ فنحن بنشرح جو الكلية، ونحن الحمد لله جو الكلية عنا ما بده أنه مثل تجميل أو إضافة شغلة، يعني نحن نشرح الجو مثل ما هو، والجو أساساً عنا هو جو محفز للدراسة وجو بيخلي الطالب ينجذب ويتحمس أكثر لحتى يقدم كل شيء جديد. الطالب أول ما يطلع على البكالوريا نحن بنشرح له على المعاهد واختصاصاتها وشو مجالات عملها. المعاهد هي مدة الدراسة سنتين بتوصل، في الواحد يكمل بعدها مثل المعاهد التابعة لكلية الاقتصاد مثل معاهد العلوم التقنية، العلوم المالية والمصرفية، المعهد إدارة الأعمال للتسويق. الواحد بعد ما يخلص السنتين في كفة مفتوح، في كفة افتراضية، في له مجالات عمله، وخلال هالسنتين بيتعرض الطالب للتدريب ببنك أو بأي مجالات تانية.